تم افتتاح فعاليات المؤتمر الشتوي للنموذج الأردني للأمم المتحدة بحضور معالي الأمين العام لوزارة الخارجية محمد بن ياسين ومعالي أمين عمان عاقل بلتاجي، الذي يهدف لجعل الشباب عنصراً فعالاً ومختصاً في مناقشة حلول التحديات والصراعات الدولية عن طريق تفعيل أهمية تقبل الرأي والرأي الآخر. والأهمية من هاي الإيفنت حاليا هي توعية الشباب عن كيف نمط اللي بيشتغل فيه الأمم المتحدة، بنعرفهم كيف الميكانيزم تبعتها، الميكانيكية تبعت الأمم المتحدة، نعطيهم نشتغل بالضبط على الفورمات اللي بيشتغلوا فيه الأمم المتحدة، وبنخلي الشباب يطبقوه، يعني من ناحية يساوي مسودات بالقرارات اللي بتصدرها الأمم المتحدة، نفس الميكانيكية كلها. بمشاركة شبان من مؤسسات أكاديمية وتدريبية محلية ودولية، شكل المؤتمر فرصة لاتخاذ قرارات مصيرية بناء على سياسات ووجهات نظر لدولتهم للتفكير في مستقبل الشباب العربي والدولي تثقيفيا وأكاديميا، إلى جانب وضع الاستراتيجيات الفعالة لتطوير طاقات الشباب وتحويلها إلى قوة إنتاج. طبعا هاي المؤتمرات هي بتقوي من ثقة النفس بالطالب، بصير عنده معرفة أكثر وبالنواحي السياسية والاقتصادية اللي بتعم ببلدنا وبالعالم بشكل عام. هاي المؤتمرات هي صار انترناشونال سكيل تاعها كثير عالي، فجميع الدول وجميع المدارس والجامعات في العالم ومنهم طبعا الأردن باشرت وقامت بهاي المؤتمرات. اول من جاب الام يو ان الى المملكه هو سمو الامير الحسن بن طلال، ومن وقتها صار جميع المدارس تقريبا والجامعات الأردنية تباشر بعمل ورشات عمل ومؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة. يذكر أن فكرة البرنامج الأردني لنموذج الأمم المتحدة نشئ منذ سنوات، وقد تبنت هذه الفكرة عدداً من المدارس والجامعات الأردنية لأهميتها في إعداد الأجيال القادمة وتأهيلها للمشاركة الفعالة في بناء المستقبل المعرفي المتطور. ألا أبو حمدة، رؤيا.